رح نكمل إن شاء الله هلأ بالجزء اللي إحنا بنحكي عنه بالتوكسيسيتي أو بالتعرض للمواد التوكسيكنت، المادة السامة، اللي هو Air Transfused أو Transfused Pollutant، اللي هي المواد السامة اللي بتنتقل عن طريق الهواء، اللي بتنتقل عن طريق الهواء، الريح وما إلى ذلك. شو هي الساين، شو هي السيمتمز، وشو طريقة الأنتيدوت؟ أحد أشهر المواد، وهلأ إحنا بفصل الشتاء وكلياتنا بنستخدم صوبات، صوبات غاز أو صوبات كاز، وكلياتنا بنسكر الأبواب وبنسكر الشبابيك. يوجد مادة تنتج نتيجة الاحتراق الغير كامل للمشتقات الوقودية أو للمشتقات النفطية، يطلق عليها اسم أول أكسيد الكربون، هي كاربون مونوكسايد. أهم ما يميز الكربون مونوكسايد إنه هي مادة غازية، ما إلها لون، ما إلها ريحة، ولا إلها أي علامات تدل إنه يوجد في هاي الغرفة كاربون مونوكسايد. بداية الغاز اللي إحنا منشمه بس نفتح الأسطوانات، الغاز CH4 الميثان، هو ما إله ريحة، لكن هاي الريحة مضافة بمحطات تكرير البترول والمشتقات النفطية عشان تميز أو يميزوا أهل البيت إنه في تسريب للغاز، ولا هو ما إله ريحة، هو أدرلس ما إله ريحة. فمادة المونوكسيد أو الكربون مونوكسيد أو التسمم بأول أكسيد الكربون هو يعتبر من الحالات، للأسف الشديد، حالات التسمم الشائعة في الشتاء، هي نتيجة عدم الاحتراق الكامل للمشتقات النفطية أو المشتقات البترولية. كربون مونوكسيد هي عبارة عن غاز very toxic، ما إله لا ريحة ولا إله أدر ولا إله color ولا إله أي شيء، والشخص ما بيوعى على حاله إنه هو بلش يستنشق من الكربون مونوكسيد نهائياً، ما بيميز إنه اختلف نسبة الأكسجين أو لازم يهوي الغرفة، هو ما إله ريحة، فهو ما رح يستوعب إنه قلت أو انخفضت نسبة الأكسجين. symptoms related to exposure، أهم عامل هو الوقت، فترة التعرض لهاي المادة السامة قديش، هل هو بيتعرض لها لفترة زمنية طويلة، هل هو بيتعرض لها لفترة زمنية قصيرة وتمت تهوية الغرفة أو تمت تهوية الشبابيك. فالفترة الزمنية هي الفيصل أو هي العامل الرئيسي اللي بيتحكم بالسيفيريتي والسيريسنس للإكسبوجر تايم من المادة. طبعا طبيعي إنه كلما زاد الوقت اللي بيتعرض له الشخص للغاز السام، أكيد بدها تكون الكمبليكيشن لا سمح الله تؤدي إلى الوفاة. أهم ما يميز الكربون مونوكسيد أول أكسيد الكربون إنه عنده قدرة حوالي أكثر من 200 ضعف حب وألفة ارتباط للهيموغلوبين، بمعنى إنه بصير الريد بلود سيل، جزيء الهيموغلوبين اللي موجود فيها، بيترك الأكسجين وبصير يحمل كربون مونوكسيد أول أكسيد الكربون، وبيبلش يوصل للأنسجة العصبية، ببلش يوصل أو يوصل لأنسجة الدماغ، والأنسجة العصبية تعشق الكربون مونوكسيد، وبالتالي بتبلش الشخص يفوت في حالة كوما. استمرار الكوما ممكن لا سمح الله أنه يؤدي للوفاة. هذا اللي بيصير بالبيوت اللي بتنام والصوبات فاتحة، صوبات الكاز وصوبات الغاز مثلاً، الغرفة مسكرة، الشبابيك مسكر، الباب مسكر، نتيجة الاحتراق الغير كامل للوقود اللي هي الكاز أو ما إلى ذلك، بتبلش يتراكم أو بتبلش تزيد، وما في تهوية طبعا أكيد، بتبلش تزيد نسبة الكربون مونوكسيد، وبيبلش الشخص ما بيحس على حاله إنه هو بلش دماغه يستنشق كمية من المونوكسيد. أحد أشهر الساين and symptoms لهذه التوكسيسيتي tension type، هذاك بيصير في صداع مش مبرر، الشخص نفسه بيصير تقيل، difficulty in breathing and stomach pain، بيصير في وجع بالمعدة. بعض الأشخاص كمان ببلش يصير في تير، بيصير في lacrimation، إفرازات دمعية عندهم. المانجمنت والأنتيدوت مباشرة قبل الهايبربريك أكسجين، نتعطي أكسجين مباشرة، بنفتح الباب والشبابيك وفنتليشن، ومنطلع الأشخاص اللي موجودين بالغرفة مباشرة على الهواء الطلق. هذه أحد أهم طرق التريتمنت.
الغاز الثاني يطلق عليه اسم غاز الضحك، وهو عبارة عن نيتروجين أكسايد. أحد أهم الساين أند سيمتومز للتوكسيسيتي فيه، بيعمل هدك، بيعمل دزنس، وبيعمل كونفيوجن. إذا كان التعرض له إن كرونيك أند إت كوزز ميجالوبلاستيك أنيميا، بيعمل أنيميا، بيعمل فقر دم، ونوع فقر الدم هذا ميجالوبلاستيك، اللي هو تضخم حجم كريات الدم، يعني بيصير عددها كبير، حجمها عفوا كبير، مع نقص بالعدد اللي بيكون يرافقها. ممكن يصير في ثرومبوسايتوبينيا، تجلطات، بيريفرال نيوروباثي اند مايلوباثي، مشاكل بالاعصاب، ومايلوباثي مشاكل بالعضلات. سبورتيف بدايه ديسكونتينيويشن، وبنعطي فيتامين بي 12، واكيد بدنا نعطي الفوليك اسيد عشان ريجوفينيشن للخلايا، اعاده انتاج واعاده تجديد لهاي الخلايا. الغاز الثالث هو عباره عن السلفر دايوكسيد. السلفر دايوكسيد هو اصلا غاز حار، اصلا السلفر هي ماده حارقه، فالتسمم بالسلفر بيعمل burning of the eye، بيعمل حرقة بالعيون ودموع كتير، حرقة في كل التجاويف، يعني بكل المفرزات المخاطية. ليه؟ لأنه السلفر دايوكسيد مع أي نسيج مخاطي، النسيج المخاطي ما هو فيه مي، المي اللي موجودة مع غاز السلفر دايوكسيد بيصير فيه H2SO4 السلفريك أسد، بيعمل burning effect بهذا النسيج، فبيعمل حرقة بالأنف، حرقة بالعين، حرقة بالحلق، بكل مكان فيه مي أو لاكريمال أو ساليفيشن سيكريشن، فبعمل بيرنينج إفكت بالنوز، بالثريت، وباللاكريميشن بمفرزات الدمعية، بصير في ويزنج and forest injury، الفورست بايت انجري. ويزنج بصير النفس يصفر، فورست بايت انجري اللي هي تثلج الأطراف، بتصير الأطراف متثلجة، وطبعاً بصير فيها علامات للحرق، لأنه الحرق في حرق بارد وحرق نتيجة التعرض للمواد الحامية. إذا كان الإكسبوجر على فترة long exposure وكان التركيز عالي، في هاي الحالة مش بس فقط pulmonary edema، pulmonary burning بصير فيه. supportive therapy بالنسبة للمانجمنت، وأكيد humidified oxygen، بده يكون فيه oxygen replacement therapy. الغاز اللي وراه هو تعرض الجسم لكميات من الأوزون. المين ساين اند سيمتومز، ببلش يعمل اريتيشن للعين، في الأنف، وللساينوسايتس الجيوب، شورتنس اوف بريث، بصير في نقص بالتنفس، chest pain، ألم في الصدر، wheezing or coughing، بصير في سعال وبصير في صفير نتيجة التنفس. List common symptoms including blurred vision، ازدواجية في الرؤية، headache، nausea، vomit، وأيضا كمان بصير عند هذا الشخص fatigue. بالنسبة للمانجمنت، supportive therapy أكيد، protect the airway and prevent أي inflammation، المحافظة على المجرى التنفسي وتقليل أي عملية ventilation أو المساعدة عفوا بعملية الفنتيليشن. برضو كمان ممكن انه نتعرض لسوليد دست ماتيريال، لغبار المواد الكيميائية الصلبة السامة، مثال عليها انه نستنشق الغبار الناتج منها. ممكن الشخص يكون يعني طبعا حسب المادة، الشخص ببلش يعاني من shortness of breath، cough، ممكن يبلش يعاني من ميثالوثيميا. هلأ كل مادة في إلها sign and symptoms، لكن بالعموم تعرض لهاي المواد تعمل irritation بالجهاز التنفسي. بالنسبة للمانجمنت، it is irreversible condition، هي عبارة عن عملية إذا صار فيها دمج، هذا الدمج لا يمكن إعادة تصحيحه، فهي irreversible condition. So we try to slow down cool the progression of disease and reverse cool symptoms by relieving high symptoms. هي عملية التلف اللي بيكون حاصل لا يمكن إعادة تجديده، يعني لا يمكن إعادة تعويضه، وإنما إحنا منقلل أو منباطئ من عملية تفاقم الساين and symptoms اللي بيكون أي شخص ممكن يتعرض لهم. أكيد بنحتاج نعطي أكسجين سبورتيف ثيرابي، سيرجري، وفي بعض الأحيان لونج ترانسبلانت، في بعض الحالات السيفير كيسز.
بنحتاج انه احنا نستأصل جزء من الرئة، او بنحتاج انه الشخص يعني سيرجري، عمليات جراحية لإزالة اي نكروتيك تيشو بيكون تعرض لها هذا الشخص. في اي استفسار لهون يا شباب؟ في اي معلومة مو واضحة؟